السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين الكرام، حياكم الله. اليوم معنا أسعار صرف العملات لهذا اليوم مقابل الدولار وأسعار صرف الذهب. تابع معي الفيديو للنهاية لمعرفة آخر الأخبار وأسعار صرف العملات. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. هنقوم بالانتقال إلى صرف العملات. كل واحد دولار يساوي 7.44 ليرة تركية، بالنسبة لكل واحد يورو يساوي 8.82 ليرة تركية. أما بالنسبة لأسعار صرف واحد ليرة تركية تساوي 293 ليرة سوري، واحد ليرة تركية تساوي 161 دينار عراقي. أما بالنسبة لغرام الذهب وهو يساوي 463 ليرة تركية. هاي بالنسبة لأسعار صرف العملات لهذا اليوم. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حطني بالتعليقات وسوف نقوم برد عليكم بأقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.